وفضلت مريم نايمة أو عاملة نفسها نايمة لحد الظهر، وبعدين ما لقيتش حل غير إنها تصحى وتواجه الموقف بشجاعة. مريم، يا مريم، هيبتي انت بقالك أكتر من ساعة. ايه ده يا مريم؟ بيجامة؟ امال فين البيبي دول والحاجات من دول؟ مفيش. حبيبتي انت اتأخرتي ليه؟ انت مش عارفة انك بتوحشيني وبتأخري عني كده؟ ايه بس انا كنت عايزة اقولك على حاجة. انا بقى عايزة اقولك على حاجات كتير مش حاجة واحدة بس. ايه بس مش تعرف الاول انا عايزة اقولك ايه؟ خير يا ستي، اتفضلي. وبعد تفكير طويل لقت مريم الحاجة اللي ممكن تحل مشكلتها على الاقل كام يوم. ازاي؟ سوري يا حبيبي، معلش. معلش؟ عملتيش حسابك ليه واحنا بنحدد ميعاد الفرح؟ ما انا عملت حسابي بس الاسترس بقى، انت عارف. استرس؟ ناقص قلنا الاسترس ده كمان. معلش يا حبيبي، بس احنا ممكن نتفسح وننبسط الكام يوم اللي قاعدينهم هنا، وبعدين لسه قدامنا يعني الوقت كتير. طبعا. معلش يا مريم، يلا حبيبتي عشان نتفرج على التلفزيون سوا. مريم، ميرو، مريم، اتبسطتي؟ اتبسطت قوي. بس انا اتبهدلت رمل، اخش اخد شاور وارجع لك. ماشي؟ ماشي. ممكن تيجي تنشفي لي ظهري عشان ما بعرفش؟ بطل قلة أدب. هو مزاجي، ما انا مبطلها بالعافية. بركاتك يا دكتورة سميحة. هيا مريم، أخبارك إيه؟ مش هينفع تمارسي حياة جنسية طبيعية وأنت متوترة. طب أنا متوترة أعمل إيه؟ اتخلصي من الخوف والتوتر اللي جواكي، حاولي تبقي ريلاكس. ريلاكس إيه بس؟ لازم تشيلي الأفكار الغلط اللي في دماغك. المشكلة إنه مفيش أفكار غلط، أنا مرعوبة. بصي يا حبيبتي، الجنس عند الست في بدايته زي البيبي اللي بيتعلم المشي، يحس إنه شيء صعب ومستحيل، شوية شوية الأمر بيبقى سهل. يا مريم، مريم، دي نمتي حبيبتي ولا إيه؟ لا يا حبيبي، صاحية صاحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب ساعدني يا رب، انا مش عارفة اعمل ايه. يا رب انت عارف انا بحب هشام قد ايه، بس مش عارفة اتصرف. يا رب. حرما يا ست هانم. جمعني يا حبيبي. بتحكي عليا يا مريم؟ ها؟ لا يا هشام، بس انت مش فاهم، انا هفهمك. انت بتضحك عليا؟ ايوه ثانيه واحده مفيش بس. فاهم بس هفهمك. مفيش فاهم. استنى طيب اسمعني. اسمع ايه بس؟ اسمعني بس، انا هفهمك يا هشام. ثانيه واحده، مفيش ثانيه واحده يا هشام. بص اسمعني بس، هقول لك.